موسم الشتاء الحالي في ظل ان احنا بنحاول بقدر الامكان نحافظ على صحتنا، وزي ما كنت بسأل حضراتكم من بداية الحلقة ازاي نقوي مناعتنا، الا ان في ادوار برد او احنا لسه هنعرف هي برد ولا انفلونزا ولا ايه طبيعة هذه الاصابة، لكن منتشرة عندنا في المجتمع المصري او عندنا في مصر، وبنسمع كمان مش بس في مصر، ده الصين ايضا في انتشار لمرض ما خاصة وسط الاطفال، وبيتقال ان هو التهاب رئوي. لماذا في اعداد كبيره للاصابه ايضا بهذا المرض داخل الصين؟ المستشفيات بقت مكتظه بالاطفال نتيجه انتشار هذه الاصابه. هل هذا فيروس جديد؟ طيب هل خرج بره الصين ووارد ان هو ينتشر في بقيه انحاء العالم، خاصه ان احنا المفروض اتعلمنا الدرس بعد فيروس كورونا، فلازم نفهم ايه اللي بيحصل تحديدا سواء في الصين او كمان عندنا داخل مصر. طبعا بيشرفنا يكون موجود معانا في فقره النهارده الدكتور امجد الحداد، رئيس قسم الحساسيه والمناعه بهيئه المصل واللقاح. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا سينا، وكل سنه وانتم طيبين. ميرسي، كل سنه وحضرتك طيب، ودايما بتشرفنا وبتنور. ربنا يكرمك يا رب. نبدا في الاول باللي بيحصل في الصين. لما نسمع عن انتشار عدوى خاصه وسط الاطفال، ده شيء يعني بيدعو للقلق بشكل كبير، والحقيقه كمان منظمه الصحه العالميه قلقها الموضوع وبدات تسال الصين ايه اللي بيحصل عندكم، فعايزين نفهم القصه دلوقتي، هل وضحت ايه اللي حاصل هناك؟ مصر ادارت منظومه كورونا بطريقه جيده جدا، كنا ماسكين العصايه من النص، ما كناش عاملين غلق تام ولا ان احنا كنا سايبين فكره التجمعات بشكل كامل. ده كان عامل نوع من ان انت يجي لك عدوى ولكن ما يجيلكش جرعه فيروسيه كبيره انها تعمل لك مشكله، عارفه ان انت بتتعرض بس بنسب معتدله، جسمك يكون مناعه وما يجيلكش اصابه شديده. الصين كانت عامله عكس كده خالص. الصين كانت عامله غلق تام وقيود وتحبس الناس في البيوت ومنع مطلق تشديد جامد. وفجاه نوع من الانفتاح الشديد بقى، كورونا خلص، فبالتالي اجساد الناس قعدت حوالي 3 سنين ما بتتعرضش لاي عدوى تنفسيه. فبالتالي حتى الاجسام المضاده اللي كانت عند بعض الناس تجاه العدوى التنفسيه اللي كانت بتجيلهم، لان خلي بالك دور البرد او الانفلونزا او كورونا بعد الاصابه بيكون عندك مناعه تديك وقت شويه. فبالتالي كل الناس في الصين كانت فتره الغلق التام دوت والمحاذير اللي كانوا عاملينها الشديده ما كانش في مناعه عندهم، فجاه الناس خرجت مره واحده واختلطت. ده نتيجه كمان ان هم يعني من كتر ما كان الاجراءات مشدده جدا والفتره طويله نزلوا مظاهرات ودعوا ان خلاص كفايه، يعني كفايه قيود بالفعل. طب نزلوا بقى، نزلوا وكمان احنا هم زي عندنا كده، هم موسم انتشار اعداد فيروسيه الفتره دي برضو في الصين. يعني عندهم انفلونزا، عندهم برد، عندهم مخلوي، عندهم كورونا لسه ما خلصش، فكل ده اتعرضوا له فجاه واجسادهم مناعيا مش معرضه للحاجات دي بقى لها فتره. طب ليه الاطفال هي اللي ظهر فيها العدوى بكميه كبيره؟ الاطفال في العدوات زي المخلوي والانفلونزا مصنفين زي كبار السن، نسب الاصابه او الدخول في مضاعفات لديهم لان هم بيبقى ضعف مناعيا اكتر، حتى احنا عندنا الانفلونزا والمخلوي في الرده بيبقى اخطر شويه. ولكن اجسادنا، لان احنا كنا زي ما بقول لك ماسكين العصايه من النص، لا غلق تام ولا ان احنا سايبين الدنيا خالص، فبالتالي كان جزء من المجتمع لديه مناعه مجتمعيه تجاه العدوى التنفسيه. مناعه القطيع زي ما بيتقال عليها. مناعه مجتمعيه، عشان القطيع دي بتزعل، خليها مناعه مجتمع. الصين بقى عكس ذلك، الصين بقى عندهم مخلوي والتهاب رئوي، كمان الدور مش بيجي سهل، الدور بيجي بمضاعفات لانه مناعته ما بتقدرش تقاومه. المخلوي اعراضه زي البرد بس ممكن يقلب التهاب رئوي. الانفلونزا H1N1 منتشره جدا جدا جدا، مش المايكوبلازما بس المنتشر، وتخش في مضاعفات لان انت جهازك المناعي مش بيقاومها. لكن احنا عندنا منظومه لقاحات، ان لقاحات الانفلونزا بنطعم بنتعرض للعدوى بصوره متوسطه فلدينا مناعه. بقى في كمان مايكوبلازما الناس فاكرها فيروس او بكتيريا جديده، لا بكتيريا مش جديده موجوده، بس مع الحجم الانتشار الشديد بقى ليها نسب في الصين مرتفعه شويه. لكن هو مش وباء جديد ولا فيروس جديد، هو بكتيريا انتشرت مع الانتشار الفيروسات اللي موجوده وبقى ليها عدوى مجتمعيه داخل الصين، فبالتالي نسب التهاب الرئوي في الصين سواء كان مضاعفات مخلوي او انفلونزا او كورونا او مايكوبلازما منتشره بشده جديده في الصين. بشكل كبير ايه الاعراض طيب يا دكتور اللي ظهرت على الاطفال تحديدا في الصين؟ طيب يعني ايه التهاب رئوي؟ يعني فيروس زي المخلوي يصيب الانف وينزل مجرى التنفس، يصيب القصيبات الهوائيه، يصيب مجرى التنفس، يصيب الشعيبات الهوائيه الدقيقه، يصيب الرئه بالتهاب. مخلوي، المايكوبلازما، الانفلونزا ممكن يعمل نفس الاثر ده. طب ايه الاثر؟ ترتفع اولا يجي له اعراض برد، احتقان، زكام، رشح، ارتفاع حراره. بعد شويه يبقى في كحه، بعد شويه يبقى في صعوبه في التنفس اللي هي التهاب الرئوي، ان ينزل الفيروس على الرئه ويسبب نوع من الالتهاب
يبقى في ضيق في التنفس، في وجع، في كحه شديده. بيبان في ايه؟ بيبان في الاشعه العاديه، بنلاقي فيه بطش او التهاب، او بالمسحات اللي بناخدها نشوف نوع الميكروب ايه والبكتيريا، بنلاقيها مخلاوي يا انفلونزا يا مايكوبلازما او كورونا او كورونا. طبعا طبعا، لان كورونا ما انتهاش، اه تحوره بقى اضعف من الاول كمضاعفات، ولكنه موجود برده. اعراضه كحه، سخونيه، ارتفاع حراره، رشح، زكام، صعوبه في التنفس. العدوات الفيروسيه بتعالج طبعا بمضادات الفيروسات. العدوات البكتيريه زي المايكوبلازما بتعالج بالمضادات الحيويه، ونسب التعافي مش حلوه جيده، مش زي ما احنا متخيلين، لا في تعافي، في نسب تعافي كويسه جدا. الوفيات مش زي ما احنا متخيلين، مش بالدرجه الوبائيه الشديده اللي كان موجود فيها كورونا. يعني لكن اصابات كتير، مش كورونا بس اللي بيؤدي لحاله الالتهاب الرئوي، مختلف الفيروسات او الادوار اللي اتكلمنا عليها ممكن توصل لالتهاب رئوي. احنا ما قبل 3 سنين قبل ما في كورونا كانت الانفلونزا بتدخل المستشفى، وعند كبير السن نلاقي التهاب رئوي. كان ايه؟ كان سخنت من اسبوعين، كان عندي انفلونزا قلبت بالتهاب رئوي. الانفلونزا لها نسب وفيات عالميه، الانفلونزا لها نسب مضاعفات من ضمنها الالتهاب الرئوي من قبل كورونا. واحنا كنا بنقول للناس في الفتره دي طعم انفلونزا، الانفلونزا خطر على الاطفال، خطر على مرضى الحساسيه، الانفلونزا ممكن تؤدي للوفاه، ليها نسب وفيات عالميه من زمان. صحيح. مش قريب يعني، لكن لما دخل كورونا بوبائيته العاليه طغى على الانفلونزا. دلوقتي كورونا قل، كيرفو قل. السنه دي حتى وزاره الصحه اعلنت ان اغلب المسحات اللي موجوده اللي بيعملوها حصر للعدوى المنتشره اغلبها H1N1، اغلبها انفلونزا. السنه اللي فاتت كان اغلبها مخلوي، السنه اللي قبلها بقى كانت اغلبها كورونا. يعني كل موسم عندنا بطل للموسم. بس كله فيروسات معتاده التواجد في هذا التوقيت، تقل شويه، نوع يزيد شويه على حسب حده ودرجه الانتشار والتحور اللي بيحصل. امتى الموضوع يصل لمرحله خطوره؟ امتى ممكن نقول ان اصبح هذا المرض اللي اصاب الشخص بيهدد حياته ولا قدر الله ممكن يوصل للوفاه؟ خليني اقول لك ان اي مرض مع بعض الاشخاص له مضاعفات ويؤدي الى الوفاه، لكن احنا كنا فزعنا من كورونا للوبائيه بتاعته انتشاره، كان كل فرد يعدي افراد كتير جدا، فكان في انتشار سريع جدا بدرجه وبائيه وباء. لما كورونا قل حدته قلت، الحده الوبائيه قلت، بقت ادوار يمكن السيطره عليها. يعني يمكن السيطره عليها؟ اي مرض ما دام وجد له لقاح وجد له علاج يبقى ما بقاش وباء خلاص. وباء يعني فيروس جديد منتشر بسرعه وبقى لسه بنصنع له علاج او نصنع له دواء. دلوقتي كورونا كدرجه وبائيه عالميه منظمه الصحه قالت خلاص الخطوره بتاعته قلت، مش من الدرجه، مش مصنف ان هو بقى خطير، لان احنا خلاص بقى في لقاح ليه وبقى في دواء ليه. كذلك الانفلونزا ليها لقاح وليها دواء. فكل الفيروسات اللي ليها علاج حاليا ما نقدرش نصنفها وبائيه، لكن كلهم ليهم درجه وبائيه او درجه خطوره في مضاعفات مش درجه وبائيه. المخلاوي على الرضع قد يؤدي لالتهاب رئوي، على كبار السن، على الشباب والاطفال دور برد بسيط جدا. على الطفل الرضيع وكبار السن لا نحاذر، ممكن تقلب بمضاعفات، ممكن يخش في التهاب رئوي. كذلك الانفلونزا على الفئتين، كذلك كورونا رغم ضعفه لكن على الفئتين لا يزال خطير. فكل العدوات التنفسيه قد تكون خطيرة. حتى البرد يا جماعة ليه مضاعفات على شخص كبير، ليه مضاعفات على طفل. فبالتالي احنا الفئة الأكثر خطورة الرضع وكبار السن أو أطفال ذوي مناعة ضعيفة، أطفال، طفل مريض سكر، طفل مريض قلبه بعيوب خلقية. أي عدوى تنفسية قد يكون واقعها خطير عليه. طيب برضو خلينا يعني علشان نقفل كده ملف الصين، منظمة الصحة العالمية ليه طلبت بتوضيح الموقف في الصين؟ يعني هل تخوفت بشكل ما نتيجة طبعا خبرتها مع فيروس كورونا وان كانت بؤرة انتشاره الاولى هي داخل الصين؟ كيف تعاملت منظمة الصحة العالمية مع الوباء او المرض المنتشر حاليا؟ هو الفكرة في الصين مش في الوباء المنتشر، لان الصين كدولة عندها قيود قوي في نشر المعلومات، عندها مشكلة كبيرة جدا قومية لديهم نشر اي داتا ما يخص انتشار وباء. لا بيدوا معلومات مش اكيده 100%، او هم بيقولوا الوضع عندنا مطمئن، دي النسب العاديه، ده الموسم بتاع انتشار فيروسات، ما عندناش درجه وبائيه خطيره. منظمه الصحه لا تثق في الصين ومعلوماتها بسبب ما كان بيحدث قبل كده، فعايزه معلومات اكثر دقه، عايزه لجان. هم ما بيسمحوش بكده عندهم قانونا ان هم يطلعوا اي داتا، بل بالعكس مع اي تحور بيحصل الدنيا تمام، ما فيش نسبة المعلوماتية أو إن هم تبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية عندهم في قيود في نشر أي عدد المصابين، عدد كل الحاجات عبارة عن تسريبات، إن في درجة وإن في نسب إصابات في المستشفيات عالية جدا، طب قد إيه؟ ونوع الفيروس إيه؟ وهل هو مايكوبلازما ولا متحور؟ في تعطيل. هم في الصين بتقول ده الوضع الطبيعي للفيروسات التنفسية، إحنا ما عندناش حاجة جديدة منتشرة ودي النسب الطبيعية في كل سنة.
لكن في تخوف من منظمه الصحه العالميه لان بؤر الامراض اللي جت قبل كده وكورونا وانتشاره كان من الصين. ففي تخوف ظهور تحور جديد يظهر يكون له درجه وبائيه عاليه وينتشر، لكن لحد دلوقتي كل التقارير خارجه من الصين الوضع تمام، وده الموسم وده بسبب الغلق اللي كنا عاملينه، فعندنا بعض الانتشار المحدود مش درجه وبائيه عاليه. طب منظمه الصحه بقى اعلنت ايه عن هذا الموضوع؟ يعني الصين قالت ان الوضع طبيعي ومش مختلف عن اي سنه، لكن المنظمه هل ما زالت لسه بتتحرى الموضوع؟ بتتحرى طبعا، لان التسريبات اللي جايه من هناك ان في نسب اشغال مستشفيات كالتهاب رئوي، لكن التهاب الرئوي ده وباء جديد ولا مايكوبلازما زي ما بعض التقارير قالت ولا مخلاوي؟ هم قالوا دي فيروسات تنفسيه الانفلونزا والمخلاوي، وده انتشارها مع شويه مايكوبلازما بيبقوا موجودين. هم خايفين يكون في درجه وبائيه بفيروس تحور جديد من كورونا او مايكوبلازما في صوره وبائيه، بس لحد دلوقتي منظمه الصحه بتقول لا، ده الوضع الوبائي المحدود اللي بيظهر في هذا التوقيت. هل بداوا يفرضوا اي قيود او اي شيء ما داخل الصين بناء على ما يحدث؟ هو علشان هم اعلنوا ان هو مش متحور جديد من كورونا، وهو بقى العدوات التنفسيه العاديه مفيش قيود، لان اغلبها حالات التهاب رئوي، والمايكوبلازما كبكتيريا مش بالدرجه الانتشار زي كوفيد زي الفيروسات التنفسيه في سرعه انتشارها، فحتى لو فيها درجه بتبقى محدوده، فبالتالي هم مش متخوفين من الوضع هناك. نتمنى يكونوا صادقين، ونتمنى ما يكونش فعلا الموضوع بيصل لمرحله فيروس جديد او تحور، مش حمل يعني تحور ولا فيروسات جديده. بس خلاص اعتقد ان العالم بقى خبره فيما حدث، وان من السابق باجراءات الاحترازيه الموجوده معذور اي وباء، طبعا الدول بتاخد احتياطاتها والامور بتستقر، حتى ما حدث تحورات لكورونا الفتره اللي فاتت وكل التحورات انتهت فجأة وما لم يحدث لها انتشار زي ما حدث في الوباء قبل كده. طيب خلينا ننوه دكتور على ان احنا بنستقبل طبعا كل اتصالات مشاهدينا، ارقام التليفون هتظهر قدامكم على الشاشه، لو ليكم اي استفسار ليه علاقه باعراض، ليه علاقه بازاي اقوي مناعتي، ايا كان طبيعه السؤال لحضراتكم بنستقبله، طبعا دكتور امجد هيجيب على كل استفساراتكم. نستكمل مره تاني وعندنا داخل مصر بقى، احنا خلصنا ملف الصين ندخل نركز شويه على الوضع عندنا في مصر. في شكاوى كده متداوله خلال الايام الحاليه ان انا ابني بيعيا ويتعب مثلا اسبوع او اسبوعين، يخف كام يوم والاقيه تعب مره تاني، هو كده ما خفش ولا هو كده حصل له عدوى مره تاني مناعته ضعفت فبقى عرضه للاصابه بامراض جديده؟ ليه الشكوى دي منتشره يا دكتور؟ نفس السؤال ده الامهات بتيجي في العياده في الاستشاره، يعني من استشاره بعد اسبوعين دكتور الواد خف 10 ايام واخر 5 ايام تعب تاني. هو ما خفش ولا ده دور جديد؟ طب خلينا اقول لك ان احنا في الموسم ده عندنا عده عدوات تنفسيه، عندنا برد، عندنا انفلونزا بتحوراتها وبفصائلها، وعندنا متحورات كورونا، وعندنا الفيروس المخلوي اللي بيزيد فتره شهر 12 مع بدايه سقعه ينتشر المخلوي. الأربعة أعراضهم متشابهة بنسبة 80%، ومش كل فيروس الإصابة بيه ما بتديش مناعة للفيروس التاني، بمعنى مش إن أنت جالك برد ما يجيلكش إنفلونزا بعدها، أو لو جالك إنفلونزا ما تديكش مناعة ضد كورونا. ممكن أنت ال 10 أيام دول كان عندك برد خفيت، الطفل نزل المدرسة لقط إنفلونزا من طفل تاني، رجعت الكحة تاني وارتفعت حرارته، خف أسبوع أو اتنين لقط مخلوي من طفل تالت جاله ارتفاع حرارة وكحة، بعد شوية لقط متحور كورونا يا الله أعراضه، بعد شوية متحور كورونا اللي جاله ساب له شوية مضاعفات فالكحة مطولة، فبالتالي أيوة. تلاقي الشهرين بتوع الشتاء دول الأم تقول احنا في أدوار احنا ما بنخفش. طب هو في حاجة تمنع ان الأدوار دي تيجي؟ ما أقدرش أقول تمنع، لكن في بروتوكولات بتقلل من مضاعفات الدور وحدته. لكن تمنع الإصابة، اللي يمنع الإصابة إن ابنك يقعد في البيت، وده طبعا مش طبيعي إن أنا قاعد أطفالنا في البيت وأقول له ما تنزلش. لا، أنا عايزه يتعرض، بس عايزه لما يتعرض يكون تعرضه بجرعة فيروسية مش قوية، ويكون تحمله جهازه المناعي ليها قوي ومقاومته ليها قوي، فيكون الدور بسيط وما يكونش له مضاعفات. طب إزاي نعمل المنظومة دي؟ إن ما يتعرضش بجرعة كبيرة، وإنه في نفس الوقت مقاومته تبقى قوية للدور ويخف منه بسهولة بدون مضاعفات. أول حاجة ما يتعرضش، أنا مش عايزه يتعرض. طب لو ابني عنده مشاكل صحية، مريض سكر، مريض حساسية، مريض ضعف مناعة، أولا والسن اللي يلبس فيه كمامة أنا أفضل ألبسه كمامة، هتقلل شوية من حائط صد إن الفيروس لما يجيله إن كان جايله مستقبل مليون جرعة فيروسية يخش في جهازه التنفسي نص الجرعة. ده يلبسها طول فصل الشتاء يا دكتور؟
في فصل الشتاء بالذات في الفصول اللي فيها تجمعات كبيره وما فيهاش تهويه، وبالذات الاطفال اللي عندهم مشاكل صحيه، مش كل الاطفال. طب انا كده قللت الجرعه على الفيروس ايه. تاني حاجه بعلم ابني اساليب النظافه، بحيث ان هو يغسل ايده، مستلزمات حد عطس، طفل عطس حط ايده، انا بالتالي عملت اجراء احترازي بغسيل ايده باستمرار ان هو ما يجيلوش عدوى قويه. تالت حاجه انا بعمل له احتياطات قبل ما ينزل الصبح. ايه الاحتياطات اللي هعملها له علشان ما يجيله عدوى ما تكونش قويه؟ اول حاجه لازم ياخد ماسك الانفلونزا. امتى؟ امتى في السنه تحديدا عشان الناس بتحتار؟ ياخده من شهر، مش ياخده دلوقتي، من شهر بس ممكن ياخده دلوقتي. يعني امتى ياخده؟ المفروض كان ياخده من شويه. طب لو خده دلوقتي في ضرر؟ لا، في نفع طبعا، بس كل ما بعد النفع يقل. بس هل ينفع ياخده لو هو يعني خلاص الفتره اللي فاتت حصل له اصابه مثلا بدور من الادوار اللي احنا بنتكلم فيها وخلاص خف دلوقتي، ينفع ياخد في هذا التوقيت؟ المهم احنا ما نعرفش الاصابه كانت انفلونزا ولا برد ولا مخلوق. ياخده، ولو كانت انفلونزا ياخده برد، هتعزز مناعته. طب خدنا مصل الانفلونزا، حمانا من فيروس من ضمن الفيروسات الاربعه، قلل المضاعفات، يبقى احنا عملنا خطوه. تاني خطوه هنعملها له عشان برضه يديله حمايه، الام اول ما يصحى طفلها من النوم قبل ما انزله المدرسه بغسل له وشه بميه حنفيه. ليه ميه حنفيه؟ ميه الحنفيه نازله درجه حرارتها زي درجه حراره الجو. فبالتالي ما يخرج ما يتعرضش، او لو تعرض لهواء، الهواء اللي هيجي على وشه ويخش مجرى انفه مناسب لدرجه حراره جسمه. يعني ما ندفيش الميه شويه، نخليها فتره او اي حاجه، نفس درجه حراره الجو. صعب قوي الطفل بيتهيالي الصبح كده لما الاقي مامته بتحط له ميه ساقعه في وشه، صعب قوي. هبله هشربه ميه حنفيه، هخلي حلقه، لو انا حلقه دافي وتعرض لهواء ساقع، عشان كده بقول يلبس كمامه بتدفي الهواء شويه. لكن لو شرب ميه حنفيه وغسل ميه حنفيه، جسمه وحرارته متعادله مع الجو. بفتح له سرسوب شباك شويه بحيث ما يتعرضش لصدمه هواء اول ما يخرج. ده غير بقى، يبقى انا كده عملت شويه اجراءات واديته مصل انفلونزا، ده غير مصطلح تعزيز وتقويه المناعه، بحيث لو عملت ده كله وجاله عدوى ازاي يقاومها. خلينا بقى نقف عند النقطه دي وناخد بعض من اتصالات المشاهدين لان معانا تليفونات كتير. مرحب معانا باستاذ دميان، اهلا بحضرتك. الو، اهلا بيك معانا، اتفضل. استاذ دميان استاذنك لو توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من التليفون وتعلي صوتك شويه، اتفضل. ماشي يا فندم، حاضر. الو، بص حضرتك معاك يا فندم، اتفضل. بص حضرتك، احنا مركز نجاده حافظ الجنة. ايوه حضرتك، احنا عندنا دور متحول كورونا، البلد كلها واخداه، شباب واطفال وناس كبيره. وكله مع الدكاتره نفسهم، مره يقولون انتم ده متحول كورونا، مره يقولون ده فيروس كبير مش عارفين نتعالج منه، كله واخد سخانه وتكسير في العظم، والناس بتنام بالاسبوع بتتحرك، دور تقيل يعني. البلد كلها عندنا الشباب كله نفس ده، حمى الدنك يعني يا دميان، حمى الدنك في الصعيد، حمى الدنك. ايوه يا فندم، ومش لاقيين حد يعني، احنا متحور كورونا، حمى الدنك. الحكومه دور حكومي ينزل البلد يشوف الناس، احنا الدكاتره نفسها، الدكاتره واخده الادوار دي من الناس. تمام، الدكتور بيقول ان دي حمى الدنك مش دور برد ولا انفلونزا ولا حتى متحور كورونا. طبعا مهم نتكلم على حمى الدنك ونعرف ايه التعامل المناسب معنا. بشكرك على اتصالك، وبناخد معانا تليفون كمان من استاذ منير، اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور، اتفضل. انا معايا بنتي عندها كحه وانفلونزا خفيفه. كحه وايه يا فندم؟ كحه وانفلونزا. انفلونزا. عندها قد ايه؟ عندها 6 سنين. 6 سنين. طيب دكتور ليك سخنه، في سخونيه ولا مفيش سخونيه؟ لا مفيش سخونيه. كحه بس ورشح. بقى لها كام يوم؟ بقى لها يومين. يومين؟ طيب تمام. يومين. ده دور عادي هنتعامل معاه بخوافض الحراره التقليديه زي الباراسيتامول والسوائل والراحه. لو محتاجة حاجة للكحة موصل الشعب بنديها أدوية الأعشاب موسعات الشعب، ما طبعا ما نرجعش للكورتيزون كدواء ولا علاج طويل الأمد ما دام ده دور وما فيش تاريخ إنها عندها حساسية. ده دور إنفلونزا أو برد عادي وبقى له يومين. الأمور إن شاء الله هتبقى بسيطة، مجرد السوائل والراحة والخوافض الحرارة لو سخنة مع أدوية الكحة العشبية زي الأدوية اللي فيها نسب أعشاب طبية.
اعتقد الامور هتستقر يعني مش هيبقى في مشكله. اغلب الادوار على فكره بتتعافى بمناعه الشخص، 80% من العدوات دي بتخف تلقائيا بدون استخدام اي مضادات حيويه، لان العدوى دي عدوى فيروسيه لا تعالج نهائيا بالمضاد الحيوي. طيب معانا اتصال كمان من استاذ ماهر، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اتفضل سؤالك. لو سمحتي، احنا من شويه اللي عدى نزلت سخونه في الارضيه بحفظ تاثير مركز منطلوس مات حوالي 10. انا للاسف مش سامعه الصوت بوضوح يا استاذ ماهر، استاذنك بس لو نتكلم بالراحه شويه عشان بس نفسر الكلام. البلد هنا في بلدنا الارضيه مركز منطلوس محافظة اسيوط. مركز منفلوط في اسيوط. ايوه مركز منفلوط. البلد الارضيه نسبة المرض في العزية فيروس ناتي حوالي 10-12 نفر كان حاضرين في المستشفى الحكومي في الحرارة 40-45. استاذ ماهر، ومن ضمن المجال الصحي مالها جالها ايه يا فندم؟ الفيروس ده ما كانش حد مجنب علينا خالص. في عدوى منتشرة حضرتك تقصد يا استاذ ماهر يعني في منفلوط؟ انتشر فينا في 3 جبال. احنا بلدنا ناتي منها حوالي 10-12 نفر. عندهم ايه؟ جالهم عدوى ايه؟ المرض ده بيوصل للقلب السخونه كان بيموت على طول. حضرتك بتقول ان بيوصل للسخونه وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ السخونه بتوصل ل 41-42 بيموت على طول، لان بيوصل للقلب بيموت على طول. ده امتى؟ امتى الكلام ده يا استاذ ماهر؟ الكلام ده حصل امتى؟ الموسم اللي احنا فيه ده؟ عدوى ايه؟ شخصوا الحالات ايه هناك يا استاذ ماهر؟ يا استاذ ماهر ما كناش عارفين فيروس ايه؟ مش عارفين الفيروس ايه. طيب انا بشكرك على اتصالك. تمام، بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك من اسيوط. اذا احنا عندنا شكاوى قد تكون متشابهه سواء في اسيوط او كمان في انا، لما سمعنا على ان في انتشار حضرتك بتقول دي حمى الدنك. حمى الدنك بنسبه كبيره كانت منتشره في السفاجه والغردقه وبينقلها بعض الناموس، وبعدين ابتدت تنتشر بنسبه ما في الصعيد. انتشارها بسبب حشرات الناموس، بيعمل ارتفاع حراره شديد، بيحتاج محاليل، بيحتاج سوائل، بس مفيش وفيات. يعني هو الشخص قال ده لا، هي بتبقى فيه حمى فعلا بس هي وفياتها محدوده مش عاليه، ولكن ارتفاع حرارتها بتاعتها بتبقى حجوزات في الحميات بنسبه ما. وده انتشار بيبقى موجود، كان موجود في سفاجه والبحر الاحمر لبعض الناموس، الناموسه المصريه بتقرص، هي بتنقل عدوى من شخص مصاب لشخص سليم. لكن الشخص المصاب نفسه مش بينقلها لشخص الا لازم الناموسه، يعني لازم ناقل حشري ينقل هذه العدوى. وكانت منتشره من كام شهر في الغردقه، والدوله عملت في سفاجه وعملت ناس لجان ونزلوا رشوا ناموس وحصل انحصار ليها، بس في اقاويل انها بقت موجوده تاني في الصعيد. لسه لحد دلوقتي ما فيش بيانات رسميه هل فعلا في انتشار ليها ولا لا، بس في ناس كلمتني فعلا من الصعيد ان في حمى وفي سخونه وان في ارتفاعات، وان بعض الدكاتره بيقولوا لهم ان دي حمى الدنك ابتدت تنتشر تاني في بعض محافظات الصعيد. معلش الكلام ده مش مؤكد. يا دكتور اعراضها ايه؟ ارتفاع حراره، تكسير في العظام، عشان كده اعراضها بتتشابه مع الانفلونزا. بس حرارتها عاليه جدا، الحراره وقال بتتخطى ال 40 41. الحراره العاليه دي بتبقى اقرب لحمى الدنك. بس لسه لحد دلوقتي مفيش حاجه رسميه اعلنت هو ده حمى الدنك فعلا ولا لا، لكن ده توقع بعض اطباء في الصعيد تواصلنا معاهم قالوا ان في انتشار في بعض الاقصر وقنا وبعض محافظات الصعيد لحمى الدنك فعلا، كاثار للحمى اللي كانت موجوده في الغردقه والسفاك. انت عارف اهل الصعيد اغلب شغلهم بيبقى في الغردقه، في سفر وتحرك. اهل هنا بيسافروا الغردقه شغل، ناس كتير بتشتغل في جزء بتاع السياحه. مظبوط. ففي ناس اللي كانت في الغردقه وكانوا اصيبوا نقلوا في الجزء بتاع الصعيد. لكن ايا كان اعتقد ان هي الموضوع هيبقى سهل وبسيط وهيبقى في انحصار سريع ليها، لانه مش عدوى بتنتشر بالسرعه اللي انت متخيلها، مش عدوى تنفسيه. لازم ناقل، يعني مجرد نرش الناموس وان الحشره دي ما تبقاش موجوده الامور بتستقر. لكن دلوقتي لو شخص فعلا بيعاني من هذه الاعراض لسه لحد دلوقتي مفيش حاجه رسميه. تمام، علشان بس نفيد الناس اللي بتشوفنا واللي فعلا بعض من اهالينا في الصعيد، لو حد لا قدر الله مصاب بهذه الاعراض، ايه التصرف السليم اللي يقوم بيه علشان طبعا يحافظ على حياته وعلى حياه اللي حواليه؟ هو لازم يروح مستشفى الحميات، لازم الحميات، لان حراره عاليه لازم محاليل وادويه لتخفيض الحراره. هي القصه في ارتفاع الحراره العالي بتاعها والالام العظميه اللي بتبقى موجوده، فترة علاج يومين ثلاثة الحرارة بتنزل، شخص بيروح البيت بأموره مستقرة. لو ما قامش بخطوة الحميات وما دخلش مستشفى، ارتفاع الحرارة الشديدة ممكن يجيب له تشنجات ويأثر عليه. فبالتالي لازم حرارته تنزل، ما ينفعش شخص تتعدى حرارته 40 ويبقى قاعد كده من غير علاج. طيب ناخد معانا تليفون كمان من أستاذة مريم، أهلا بيكي. أيوة مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. كنت
بكلم الدكتور. معاكي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا عندي حساسيه في صدري، وبعدين جاني دور البرد ده، والدكتور كتب لي كورتيزون، خلاني امشي على الكورتيزون لمده شهر. تمام، يعني دور الكحه فضل لازم كان خدت كورتيزون وانا مش لازم يعني كده. خدتي كورتيزون بالفم ولا بخاخات؟ لا بالفم والبخاخات. البخاخات ما فيهاش ضرر طبي لان هي موضعيه، لكن كورتيزون حقن او بالفم لازم يتاخد بجرعات انسحابيه تدريجيه عشان ما يعملش اثر ضرر عليك. انت هو انا خلى جسمي كده اتورم ووشي يورم وكده. انت وقفتيه يعني بالتدريج ولا وقفتيه مره واحده؟ لا انا كنت اخد مرتين في اليوم الصبح وبالليل. ولما وقفتيه؟ وقفته مره واحده كده. المفترض كنا نسحبه بالتدريج، البخاخات ما فيهاش ضرر نهائي، بس الكورتيزون الفموي لازم يتسحب بالتدريج. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انزله من جسمي ده ازاي؟ انت بقيتك كويسه ككحه وكحساسيه؟ يعني احسن شويه. طيب أحسن كملي شوية. البخاخات عادي ما فيش مشكله فيها خالص، لكن خلاص الكورتيزون الفموي انت وقفتيه هينسحب منك بالتدريج، لكن بقول كان يفضل، لكن مش هيحصل لك ضرر ما تلاقيش. يعني ما فيش حاجه هينزل من جسمك بالتدريج. ما تلاقيش. طب وش اللي ورم ده وجسمي ورم؟ كل ده هينزل تاني ما تخافيش، ما تخضيش. اثار الانسحابيه دي هتقل منك بالتدريج. دكتور بيطمنك يا استاذه مريم، وطبعا بنتمنى ليكي الشفاء بشكل سريع. ناخد تليفون تاني معانا. استاذه امل، اهلا بيكي. الو، اهلا بيكي معانا، احنا سامعينك. الو الو استاذه امل، اهلا بيكي معانا، سؤالك. لو سمحت اكلم الدكتور. معاكي يا استاذه امال. طيب حضرتك عندي حفيده صابرين يومين. عند حضرتك حفيده مالها؟ شعرين ويومين. شعرين ويومين. بترجع طبيعي بس بترجع كتير قوي. طب حمامها اخباره ايه؟ الحمام بتاعنا كل 3 ايام. يعني عندها امساك؟ هو يعني الدكتور قال كده طبيعي ان هي بتعمل كل 3 ايام. تمام، ده اسمه الاول كانت بتعمل مره او مرتين في اليوم قبل ما تبقى 40 يوم. طيب ده اسمه، وبعد كده ابتدت تعمل كل 3 ايام بس اتحاسبها بامساك يعني. طيب ده بمجرد انها تكررها كويس، ده اسمه ارتجاع الرده، بنديها بعض الادويه بتقلل من الارتجاع والترجيع ده، والمفترض النوع ده من الارتجاع من 4 لـ6 اشهر من عمر الطفل بيقل تدريجيا. ما دام في حمام براز ومعدله كويس ما تقلقيش من القصه دي. هنتابع بس، بناخد ادويه بتقلل من الارتجاع والطفل يرضع في زاويه 45 ويتكررها كويس عشان ما بقاش فيه غازات في بطنه. انا مش سامع قوي بس مش مفسرين الصوت قوي يا استاذه امال. على كل حال احنا بنشكرك جدا، والدكتور وضح لحضرتك يعني طبيعه الحاله. ارتجاع رضع وبيروح تدريجيا في سن 6 اشهر، ناخد ادويه بس بتقلل من الارتجاع، ادويه معروفه خلاص بتقلل من نسب الارتجاع شويه في الاطفال، مع ان احنا طفلنا لازم نكرره يبقى نافعين دماغه هو 45 وبيرضع، معنى ان هو ما يشفطش هواء اثناء الرضاعه، لان هو لو شفط هواء اثناء الرضاعه بيجي يقوم مكترعه تاني في صوره ترجيع. ويكون مراخيره سالكه، تغسل مراخيره على طول بميه بحر عشان يتنفس من مراخيره، ما يتنفسش من بقه وهو بيرضع، لانه يتنفس وهو بيرضع هياخد هواء مع الرضاعه، وده ممكن بيزود معدل الترجيع والارتجاع في الاطفال. طيب احنا يمكن من شويه كنا وقفنا يا دكتور عند بعد الاصابه، ازاي ممكن اقوي مناعه الطفل؟ يعني على الرغم ان هو اخذ دور، لكن انا ممكن في الفتره دي اقوي مناعته يعني سلوكيات معينه؟ طيب انت كان في الصفحه منزلين تعزيز المناعه. طب هل نسميها تقويه مناعه ولا تعزيز المناعه؟ تفرق. تفرق بقى ليه؟ لان الشخص البالغ هو اكتملت اعضائه واكتمل نموه، مش هنقدر نقوي مناعته ولكن هنعززها. لكن الطفل لسه بياكل، لسه بيتبني جسمه، مرحله نمو، فمرحله النمو دي بيحصل فيها مرحله نمو مناعي، لان ما فيش في جسمه جهاز اسمه جهاز مناعي، كل حته في جسمه هي جهاز مناعي. جلده ده جهاز مناعي، دموع عينيه جهاز مناعي، افرازات مراخيره جهاز مناعي، السائل الحمضي بتاع المعدة جهاز مناعي، الدم والأجسام المضادة والغدد الليمفاوية جهاز مناعي، الطحال جهاز مناعي، النخاع والعظام جهاز مناعي. فهي منظومة بتتكامل في بينها، تشكل حائط صد من الخارج لحد الداخل.
كل ده بيتكون، الجلد بينمو، المناخير، الصدر، الجهاز الهضمي، الدم. فبالتالي الطفل مصطلح تقويه المناعه قد يكون مناسب ليه. اما الكبير فمصطلح تعزيز المناعه. طيب نقوي مناعه الطفل ازاي وعزز مناعه الشخص الكبير ازاي؟ الطفل بيبني جسمه عن طريق ايه؟ الغذاء. الغذاء، يبقى اول منظومه مناعيه الغذاء. طب انهي غذاء اللي مناسب وجيد لتحسين وتقويه المناعه؟ اللي بيبني جسم الشخص البروتين، يبقى اول غذاء الغذاء البروتين. يبقى غذاء بروتيني قليل الدسم، ما بقاش فيه دهون كتير، قليل السكر بالذات السكريات الصناعيه والمحلاه. يبقى اول حاجه الوجبه البروتينيه معاها ايه؟ عناصر معدنيه مهمه للمناعه، الزنك، فيتامين سي، فيتامين د، مضادات الاكسده. استاذك بس يا دكتور نوضح كل حاجه موجوده في نوع ايه من الاغذيه. طيب احنا بنفضل ايه بقى؟ العوده الى الطبيعه، يعني اخد الفيتامين المهمه للمناعه دي من مصادرها الطبيعيه. لا يفضل اخذها من صوره مستحضرات طبيه الا اذا ارتقى الطبيب المعالج احتياج طفلي لهذا الفيتامين لان في نقص فيه. يعني مش اسهل حاجه اروح اجيب دواء او يعني الاقراص اللي فيها فيتامين سي ولا الفوار اللي فيه الزنك والكلام ده كله. الطبيعه اولا. الطبيعه فين؟ احنا في الشتاء، ما اكثر الجوافه، ما اكثر البرتقال، ما اكثر اليوسفي والليمون والكيوي، كل دي عناصر تحتوي على فيتامين سي. طب ما اكثر البقوليات، العدس، الفول، الفول السوداني، المكسرات، ما هو غالي وما هو رخيص، غني بالزنك، البقوليات كلها غنيه بالزنك. ما اكثر فيتامين د فين؟ الشمس. الشمس، ربنا ادانا عنصر ببلاش الشمس. اعرض جسمي الصبح بدري قوي للشمس او اخر النهار للشمس، يبقى انا خليت الطبيعه هي اللي تديني مضادات الاكسده في البصل والثوم، تديني كل العناصر الغذائيه المناعيه، وبالذات كل ما هو ملون في غذائنا كل ما يحتوي على عناصر مهمه جدا، الفلفل الاحمر والاصفر. أيوة. والاخضر. الناس كتبت لنا يمكن فلفل الالوان. الفواكه، فاكهه الموسم، غذاء الموسم، خضار الموسم هو غذاء مناعي. يبقى اعزز مناعه طفلي بغذاء وخضار الموسم مع البروتين الحيواني، وامنعه عن ايه؟ امنعه عن مواد الحافظه. المواد الملونه، العناصر الصناعيه، مكسبات الطعم بتاثر على مناعته. امنعه عن المياه الغازيه، كل الحاجات دي بتاثر على مناعه طفلي. يبقى انا باكله حاجات معينه وبمنعه عن حاجات معينه، يبقى دي كبسوله الغذاء. تمام. حضرتك ذكرت ان فيتامين دي او فيتامين د موجود بشكل كبير في الشمس، هل في حاجات تانية توفر لينا او لجسمنا النوع ده من الفيتامين؟ الشمس بتساعد على تحوله، القشريات والاسماك والخضروات تحتوي على فيتامين د، وخصوصا الاسماك بنسبه كبيره جدا. ودي كده كبسوله الغذاء. في كبسولات تاني؟ في كبسولات تاني. تمام، زي ايه؟ كبسوله الرياضه. الرياضه عنصر هام جدا، ان انا ابني يتعلم رياضه معينه ويواظب عليها. لو انا مش هقدر اوديه مدرسه مشي، لو مسافه قريبه انزل اتمشى، انا ككبير سن اجري كل يوم اتمشى. الرياضه تنشط الدوره الدمويه وتساعد على جهاز مناعي متوازن. هل الحركه اليوميه يا دكتور، سواء لطفلي ان هو يلعب ويجري في البيت ويروح المدرسه، او انا كشخص بالغ حركتي في البيت، تنظيف، نزول الشغل، ده كافي كنشاط بدني ولا محتاجين جنبه لا رياضه وقت مخصص؟ لحد ما، لكن طبعا يفضل ممارسه نوع من التمارين الرياضيه اللي بتحرك عضلاتي بصوره جيده ومنتظمه. رياضه المشي، رياضه الاجري، الناس بتنزل تجري تلف، حتى كبار سن مارس نوع من الرياضه ده حلو، بتحرق دهون وبتنشط دوره دمويه ومهم جدا لجهازنا المناعي. في كبسوله تاني غير الحركه؟ في لسه. كبسوله النوم مبكرا. انام بدري واخد حوالي 7 ساعات يوميا راحه. كل دي النوم بدري والنوم المسائي البدري مع عدد 7 ساعات تنشط الدوره الدمويه، الهرمونات بتاعت النمو بتزيد بالليل، كل دي عناصر هامه جدا لمناعتنا. انام بدري واخد 7 ساعات يوميا من النوم. في كبسوله تاني؟ لسه في تاني؟ البعد عن التدخين. سواء كان انا بدخن او ابدخن سلبي، ابني بيدخن معايا سلبي، يعني انا بدخن بضر نفسي الدخان وبضر طفلي، يبقى ده ضررين، ضرر طفل لمناعته، التدخين بيأثر على المناعه وبيأثر على رئه الشخص، بيجعله اكثر عرضه للدخول في مضاعفات عند الاصابه باي عدوى تنفسيه. في كبسوله خامسه بقى واخيره، العامل النفسي. التوتر، البعد عن التوتر والقلق. وشفت اعتقد تعليقات الناس، صحيح التوتر اكبر مصدر لضعف مناعتنا، العامل النفسي، توتري الذهني، تفكيري، قلقي، خوفي، كل ده بيأثر على المناعه بالسلب وبيجعل جهازنا المناعي اكثر عرضه للاصابه بالامراض، واكثر عرضه كمان انه يصاب بامراض مناعيه زي بقى روماتويد، تنشط عنده امراض المناعه الذاتيه بسبب توتره وقلقه وتفكيره الزايد.
يمكن ده اللي بيفسر اوقات الناس تقول يعني انا عندي مشاكل وشايل حمل الدنيا كمان، ناقص يجي لي دور برد ولا ان انا اتعب كمان في اليومين دول، بيفسر ان الموضوع يعني بالفعل مرتبط جدا ببعضه. بالفعل. طب ناخد معانا اتصال يا دكتور قبل ما وقتنا يخلص. معانا استاذه عايده، اهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. لو سمحت عايز اسال الدكتور، هل برضه من ضمن عندي حفيدي مامته خدت زي دور اللي هو الغده النقافيه، هل بيظهر برضو نقصان الاعضاء بتاع الدور دوت، هل ممكن يتنقل للاطفال الصغيرين؟ الغده النقافيه. طيب النقافيه ولا النخاميه؟ انا ما سمعتهاش حضرتك بتقولي. النقافيه. النقافيه انا تحت الودن، انا تحت الودن وصورها كانت تنتقل كعدوى يعني؟ ما اعرفش حضرتك. الام. طيب بنشكرك على اتصالك، وناخد معانا كمان استاذ حلمي، اهلا بيك. مساء النور، سؤالك سريعا. بقول لحضرتك انا ثلاث اربع اطفال، معاه انفلونزا والثاني مخف والثاني. في بس مشكله في الصوت، حضرتك بتقول مين عنده انفلونزا؟ معايا اطفال صغيرين بيروحوا المدرسه. واحد يخف والثاني يخف. تمام، دي شكوى فعلا متداوله جدا، بشكرك على اتصالك. جاوبنا احنا عن السؤال، واحد يخف واحد يلقط، ده لان مش عدوى واحده، عدوى متكرره. هو بينقل لاخوه والتاني ينقل لاخوه برضه من المدرسه، واخوه ياخد عدوى تاني من حد تاني ينقله لاخوه التاني. قلنا شويه الكبسولات دي مع لقاح الانفلونزا مع الاحتياطات اللي قلناها، لو عملناها احنا قلنا حائط صد خارجي بقلل من العدوى عن طريق الاجراءات الاحترازيه، ولو تعديت يبقى اصابتي اقل، ولو تعديت يبقى مضاعفاتي اقل عن طريق مناعتي، عن طريق البروتوكول اللي احنا قلناه بالكبسولات المناعيه ولقاح الانفلونزا والاجراءات الاحترازيه. لكن يا دكتور لو انا في البيت في طفلين، واحد مريض والتاني سليم، ايه الاجراء السليم اللي اخده في الوقت ده؟ هل يلبس كمامه؟ هل يسيب الاوضه؟ هل ما ينزلش مع المدرسه؟ يعني ايه الاجراء عشان احافظ على السليم ما ياخدش العدوى؟ طب هقول لك على حاجه، احنا بنقول لكل الامهات ابني لو عنده اعراض برد او سخونيه اولا مش هنزله. ليه مش هنزله؟ اولا هنمنع انتشار العدوى المجتمعيه في المدرسه. ثانيا هحمي طفلي ان هو ياخد اصابه ثانيه، او ان هو ياخد اصابه اثناء دور مناعته تبقى ضعيفه، تكون اصابته بقت اشد، يحصل له مضاعفات. بالفعل، يبقى انا بحمي طفلي وبحمي الاخرين من خطر الاصابه. داخل المنزل بقى لو انا اقدر اعزله في اوضه منفصله بدخله انا حاجاتي واكله وشربه لوحده. الموضوع العدوى التنفسيه من 3 لـ5 ايام الامور بعدها بتستقر تماما عن طريق مناعه الطفل، ما بيبقاش بعدها في مصدر للعدوى وبيتحسن الطفل تماما، وبعدها بينزل مدرسته والامور بترجع طبيعيه تاني. طيب نروح لسؤال الاستاذه عايده عن العدوى اللي تنتقل من ام للطفل الخاصه بالغده، هل وارد يحصل كده؟ طيب هي في حاجه اسمها عدوى النكاف، ماشي، فيروس المامبس النكاف ده بيعمل التهاب في الغده النكافيه. احنا ده بناخد له تطعيم واحنا صغيرين، من النادر جدا ان هو نصاب بيه وكبار، بس بيحصل بعض الاصابات. بيبقى التهاب في الغده الليمفاويه، ماشي، او الغده اللعابيه. بعض الناس بيبقى النكاف ده بيتحصل تورم والتهاب في الجزء دوت، بيبقى مع حراره شديده، بيبقى الطفل معدي بالفعل، ولكن نسب تعافيه جيده جدا، مجرد خافض الحراره والمضادات الفيروسيه والحيويه الامور بترجع مستقره بنسبه كبيره جدا. يعني وارد تنتقل العدوى؟ تنتقل العدوى من اي شخص لشخص، مش شرط من الام كانتقال من الام. اي عدوى نكاف، غده نكافيه، تنتقل العدوى. المامبس اللي هو النكاف بيجي لاطفالنا، اللي هو ممكن التطعيم ما جابش نتيجه معاهم قوي، ممكن يسبب لهم نوع من الالتهاب في الغده. واعتقد يعني الجده بتسال علشان ممكن يكون الطفل صغير مثلا فطول الوقت مع الام، فهي بتسال وارد ده يحصل ولا لا؟ عدوى، عدوى فيروسيه فممكن تنتقل. طيب قبل برضو ما نختم لازم نسال على التحذيرات اللي صدرت من هيئه المصل واللقاح عن حقنه كوكتيل البرد اللي كل سنه بنشوف كوارث بتحصل بسبب هذه الحقنه، محتاجين نفهم من حضرتك خطوره هذه الحقنه وازاي ممكن نلاقي ليها بديل الحقيقه يحافظ على صحتنا غير الكارثه دي. حقنة هتلر. هي ليه سميت هتلر؟ نظير القوة يعني، الحقنة دي قوية. الشخص بيتوهم ان هو بياخدها بيعرق وبيخف من الدور. هو بيخف وقتيا، احساس وهمي. ليه؟ لان فيها كورتيزون، فيها خفض للحرارة مسكن، فيها حقنة مضاد حيوي. طب هي الحقنة دي ليها دور طبي ولا لا؟ ملهاش دور نهائي، لان دي عدوى فيروسية ما بتعالجش بالمضاد الحيوي. ولكن طب امال هي ريحتني ازاي؟ ريحتك مش عشان المضاد الحيوي اللي خدته، ريحتك عشان فيها كورتيزون بيمسك، بيغطي الاعراض، بيحسنك وقتيا. ماشي، لكن ما بيعالجش المرض نفسه. تلاقي نفسك تتحسنت 6 7 ساعات، تقول ايه ده؟
ده انا فرقت، ده انا كنت جسمي مكسر وسخن، ده انا عرقت وبقيت كويس. ويقول دي حقنه سحري، ويقول بقى للناس عليها عشان ياخدوه. خدها، ده انا خدتها، ده الصاروخ، ده الهتلر، ده الثلاثه في واحد، ده الكوكتيل. طب هو ارتاح؟ طب ما هو كان ممكن يرتاح بقرصين باراستامول. ايوه. بس هو ضر نفسه بايه بقى؟ خد مضاد حيوي بدون وصف طبي. خده احيانا في الصيدليه ما عملش اختبار حساسيه. في حالات توفيات، حاله في المنوفيه دخلت في صدمه حساسيه نتيجه اخده بدون اجراء اختبار حساسيه. عرضت نفسك للوفاه. خدته بدون داعي. بوظت مناعتك عن طريق افراط في مضاد حيوي بدون داعي. خدت كورتيزون وممكن تكون مريض سكر يرفع لك السكر. وممكن لو انت قررته، لان زي ما انت قلت ايه؟ مش بعد اسبوع يجي له عدوى تاني؟ ويجي له تاني بعد اسبوع تلاقي الله دور تاني؟ هفضل في كل دور اخد حقنه مسكن ومضاد حيوي وكورتيزون. هلاقي نفسي في الشتاء خدت لي ست سبع حقن كورتيزون على ست سبع حقن مضاد حيوي، لان انت اكيد هيجي لك خمس ست ادوار في الشتاء. دخلت في مضاعفات كورتيزون، خدت مسكن بقى، ما في مسكن ياثر على معدتك وياثر على الكلى، وخدت ده كله وضريت نفسك، وانت ما استفدتش الا ان انت ارتحت ست ساعات كنت ممكن ترتاحهم ببديل مناسب. كنت ممكن ترتاح تشرب سوائل، تاخد قرصين باراستامول وترتاح، هتلاقي يوم ولا اتنين امورك رجعت طبيعيه جدا. الحقيقه زي ما قلنا هي كارثه، ولازم نوعي بيها او من خطورتها طول الوقت علشان ما تتخدعش بيها وبالمفعول. زي ما حضرتك قلت، لمجرد كام ساعه ده بيضر قد ايه في جسمك، خاصه في ظل يعني وجود عدوى او امراض كتير منتشره في الفتره الحاليه. نتمنى ان الناس يكون يعني ادركت خطوره هذه الحقنه، ووصل لينا كمان ايه الادوار المنتشره حاليا وازاي نتعامل معاها. دايما الحقيقه دكتور مش بتبخل علينا بوجود حضرتك معانا، ولا كمان بالرد على كل استفسارات مشاهدينا. شرفتنا ونورتنا. انا تحت امركم، كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا. شكرا. دكتور امجد الحداد، رئيس قسم الحساسيه والمناعه بهيئه المصل واللقاح. شكرا جزيلا. شكرا ليك وشكرا للساده المشاهدين. شكرا. ميرسي لحضرتك. كمان الشكر موصول لحضراتكم، وطبعا بنتمنى كل السلامه والشفاء للجميع، والكل ياخد حذره. واعتقد الروجيتا او الكبسوله والثانيه والثالثه اللي الدكتور قال عليهم كلنا بقينا عارفينهم، فنتمنى الالتزام بيهم. بكره لقائنا بيتجدد مع حضراتكم الساعة 9 مساء. كنت معاكم يوستينا يوسف، تصبحوا على ألف خير.